بيقول لي الهارت عشان يطول الاول بيبقى يو شيب وبعدين بيبقى اس ايه؟ اس شيب. تعالوا نشوف مع بعض على الورقه هتسهل لنا من الرسمه. ده الفينس كده، ده الارتيريال نيرف، ده الساينس فينوس. اوكي بريمت بيتريا بريمت بيتريا كله كده شيء. ساينس فينوس تحت ايه؟ بريمت بيتريا بريمت بيتريا بريمت بيتريا بالبس كورس. الطرف ده فاكس فيكسل، ده فيكسل تبتدي كده كده حرف ده شكل ايه؟ يو شيب. بعد اليو شيب عمل كده مين قدام؟ البلبس لوحدها. مين اللي ورا؟ الاتريوم. والاتريوم بقى فوق كده، الاتريوم بقى هو فوق الفيلم صح؟ والساينس فينوس كده. يجي بعد كده فور لونجيشن يديني الساينس فينوس اللي تحت عشان يجي ورا البريمتيف بقى حرف اس. اوكي وهشوف على الرسمه الكلام ده دلوقتي. المره الثانيه احلى. الاول انا عندي ارتيريال اند فيكسد، فيكسد في الاورت بتساعد، وهنا فيكسد في الفيز اللي داخله الهارت تيوب. وهنعرف ان الفيز اللي داخله الهارت تيوب عن طريق الساينس فينوس اثنين فيز، ده اسمه رايت هورن وده اسمه ليفت هورن. كل هورن من دول بيستقبل ثلاثه فيز. هقول لكم الاسم وقولوا لي جاي منين. امريكا فين؟ اساس بتلاين فين؟ عند بتلاين بلاس. اوكي واخره كومن كاردينال بين مش هتعرفوه، ده الدينا ستريتش بتاع التيشو بتاع الديفلوبينج امبريو نفسه. ثلاثة بينز هنا، ثلاثة بينز هنا، اسميهم التاني. ها؟ بيتل لاين، امبريكال كومن كاردينال. بيتل لاين، بيتل لاين من البيتل لاين ضغط. وبعدين امبريكال، الاسنتا، كومن كاردينال من البيبي نفسه. كل البلط ده يرجع، شيبر دي، تبعتها دي، تبعتها دي. يلا مع بعض. التو اندز فيكسد، ابتدى اول لوبينج او اول الونجيشن ينتج عنه حرف يو شيب. اوكي؟ الحرف يو شيب ده مش موجود في الكتاب. مين مش موجود في الكتاب يعني ما حدش يسالك عليه. من ورا فيلت في بيتريا ساينس فينوس. ساينس فينوس مش هيفضل فوق كده. لازم ينزل كده عشان يبقى ورا البرنت في بيتريا. وبينهم فتحه اسمها ساينو اتريال فورمس. وفي اثنين فالفز بياخدوا صوت. اوكي؟ بقى حرف ايه؟ بقى حرف اه بس يا دكتور بس كنت عايز اسال في حته اللي هي الفينز اللي بتجول لسه لسه جاي هيجي موضوع اسمه ساينس فينوسس. لا تركيبه ايه؟ اقول لك البادي بتاعه تو هورد. كل هورد بيستقبل ايه على الرسمه؟ بس عايز اسال هو ليه اصلا بيستقبل الامبريكال فين ما هو يعني بي لازم يستقبل البادي اللي جاي من التاسيت عشان الهارت هو اللي يوزع. اه بس مش هو كده هو اللي يوزع ده بس مش ده اوكسجينيتد. هو يعني بيدرين الفيتل لاين وال الفين يعني معناها بس داخل البادي. تمام صارت نظرة نوع البلاد اللي فيه. اوكي طيب ما انت ممكن تسالني سؤال تاني. ما هو الفينس درينج بتاع البيبي بقى ميكس معاه ايوه ستيل برضه كافي انه يغذي البيبي اللي هو بيبقى حجمه سنتيمترات. ما تقلقوش من النقطه دي. هناخد حاجه اسمها فيتا سيبريشن اللي هي مع البيسلز اللي هي في اواخر الموديول. هنشرح الداتا ماشي ازاي جوه الداتا. شكرا ليك. ها اللي اتحرك لفوق هو ساينس فينوس يعني مش ساينس فينوس. تعال نشوف على الورق صح كلامك طبعا. الاول اليو شيب اهو كويس ده فيكس البر ده الساينس فينوس هيعمل تحت لارج داون. فيبتدي تلاقي الساينس فينوس بقى ورا الاتريوم بدل ما هو فوق مش هو نزل والفيلز طول طبعا عشان تسمح بالنزول. اوكي سؤال حلو يلا نكمل مع بعض. طبعا اللوبينج هنا يعني ده من قدام ادي حرف اليو بعدين ده منظر جانبي ادي حرف الاس اللي احنا لسه قايلينه من شويه. البريمتي فيتريا في اليو كان فيها ساينس فينوس. ساينس فينوس نزل هنا اهو الجبل بتاعه. يلا على الصوره دي بقى على كبير ده منظر جانبي للهارت تيوب بعد ما دخلت مرحله الاس بيطلع عليه سهم وقول لي ده حاول يعني. دي المنطقه ابر ولور باوندري بتاع واحده من الكومبارتمنت بتاعت الهارت تيوب. تفتكروا دي مين؟ لو ده انتيريور وده بوستيريور. بلبس كوردس برافو عليك. اللور بارت اوف بلبس كوردس بيسموه بروكسيمال بارت. والاوبر بارت بيسموه ديستال. البروكسيمال بارت اوف بلبس كوردس وي بي انلارجد.
داونورد وتو ذا رايت عشان يعمل موست اوف ذا رايت فيلم. ده مش معانا النهارده, ده موضوع الخميس, بس انا بحب اقولها دلوقتي عشان نيجي الخميس بقريب برضه معاك. تمام. بروكسيمال بار اوف بالبس كورتس هيعمل موست اوف رايت فيلم. واللي على فكره غير اللونجيشن اوف ذا هارت تيوب, اللونجمنت اوف ذا رايت فينتيكل تو ذا رايت بيساعد على ظهور الفيلم الثانيه دي, بيزودها يعني. سببين اللونجيشن وال expansion of the right ventricle downward and to the right. The middle part, اللي بالك كده anterior وكده posterior, بص للجنب مش بص للفرونت, كده anterior وكده posterior. The middle part ده اسمه bonus cords. اوكي, ده هيبقى قدام الرايت ventricle والناحيه الثانيه البريفت ventricle بيكبر كده, هيبقى هو قدامه هما الاثنين وفوقيهم, هيبقى absorbed بالسيتم اللي فيه عشان يعمل smooth part هنا وهنا. ايه مش بتاع النهارده, انا بدي فكره بس الديتيلز المره الجايه. بعد الكونس كورتس اخر حته من البلبس كورتس اسمها ترانكس ارتريوز, ده ليها سنجل كابل شو دي ديفايد. اولا مش هيدخل جوه الفين, هيفضل بره البار, وبعدين يبقى سيبتوم سبايرال يقسموا لي بالمونري واور, بحيث البالمونري طبعا موصل للرايت فينتكل والاورطه مع الليفت فينتكل. ادي اجزاء البلبس كورتس يا جماعه, يبقى من تحت لفوق proximal part هو اللي تحت فوق الاور بار. proximal part of the cortex will be large downward to the right فيزود البند الثانيه بتاعت الهارت تيوب. الميدل بارت في الكونس كورتس هيعمل سموث بارت ان اتش بند اللي هو الانفونديبلم في الرايت والاورتيك ديستريبيوتد, وده مصدر. بعد كده الترانكس ارتريوزس هو اللي هيعمل الفيسلز اللي طالعه من الفنتكلز. واحد بس ترانكس يعمل اثنين فيسلز ازاي؟ في سته من جواه سباير. تمام. مين شاطر يقول لي دي؟ اورتيك ساك. هاي على النهارده في اخر الموديول ده, مش دي مش يوم الخميس, ده لسه في اخر الموديول. اورتيك ساك كونكتد بالدوسة الاورطة عن طريق ارش, ده الفيرست اورتيك ارش, وده من قدام لورا ماشي جوه فرنجال ارش, ده الفرنجال ارش بتاعي بيغذي الديفلوبمنت بتاعه فيرست فرنجال ارش. بعد كده يكرر نفس الحركه دي خمس مرات, خمسه ارتيس تانية غير الاولاني. اوكي, مين ده؟ مين شاطر يقول لي مين ده؟ بريمتيف فيلد. كويس قوي. وده هو اللي هيكبر داون وورد تو ذا ليفت عشان يعمل موست اوف ذا ليفت فيلد. مش كل ليفت فيلد كده؟ لا. اكمله بايه ليفت فيلد؟ سموث بارت ميكرو. كونس كورت هيعمل ايه ليفت فيلد؟ كونس كورت هقول لك بس ميو. ده كلام الخميس يعني, واضح ان الخميس ان شاء الله يبقى احسن من النهارده لان هنعيد الكلام ده تاني. بريمتيف. طيب. لو ده البريمت اتريال ايه ده؟ اتريو اتريو فنتريكولار كانال. نرجع لورا تاني من غير ما نتلخبط بقى. الاتريو فنتريكولار كانال اللور بارت منها هيتقسم الى تو اورس رايت وليفت. اتريو فنتريكولار اورس الاور بارت هيشارك في تكوين الوول بتاع الاتريال. فالنهارده لما اجي اقول لك ايه السورس بتاع الديفلوبمنت اتريال, هقول لك البريمت اتريال زائد ساينس جنوز زائد بابوناري بي زائد بارت من الاتريال كانال الابر ولا الاور؟ طبعا الابر من الايديا فوق. حتى اناتوميكي الايديا فوق ايه كان. طب ايه اللي ورا الايديا ده؟ ساينس جنوز. الساينس جنوز بينه وبين الايديا فتحه, الفتحه دي اسمها ساينو ايديا بارتس, والساينو ايديا جنوز عليها كام بار؟ اثنين, رايت بار وليفت بار. طبعا لو ده ساينس جنوز يبقى ده البور اللي بيستقبل الفينز اللي جايه من ثلاث اماكن زي ما قلت لكم عليها قبل. Two horns of the sinus venous. معلش يا جماعة, لو انتوا زعلانين من البط بتاعي ده قولوا, بس انا ببقى عارف ايه الاماكن اللي عايزة فراوي. هنقولها بقى المرة دي بسرعة. فاللي يطلع عليه ليبل يا جماعة قولوا معايا. مين ده؟ ده البروكسيمال بارت بتاع البلبس كورتس. طب فيوتشر في الفيوتشر هيعمل ايه؟ موست اوف ذا رايت فينتكل. ويل انلارج داونورد اند ذا رايت تو فور موست اوف ذا رايت فينتكل اكسبت السموث بارت. مش من الحتة دي لا, اللي فوقيه على طول. طيب كويس قوي اهو مظبوط. امال دي مين؟ كونس كورتس. كان المفروض يعني لو هي دي محاضره النهارده على الكلام ده كنت زودت سهم عليها وقلت كونس كورتس ويل فور سموث بارت سموث بارت ايتش بيرت. برافو عليك. لازم يبقى فيها سيستم, لازم يبقى فيها سيستم. اوكي فاكرينها؟
الابر بارت اوف بالبس كورتس اسمه ايه؟ ترانكس ارتريوس. والترانكس ارتريوس هيعمل ايه؟ بالمولاري ارتري واسيلي نور. يبقى لازم في سيبتم من جوه. السيبتم ده مش هيبقى ترانسفيرس ولا انتروبوستيو، هيبقى ايه؟ سبايك. وده يفسر ليه بالمولاري ترانك قدام الاورطه بالاول، بعدين شمال الاورطه وبعدين ورا. جايين من ارتري واحد. معرفة الديفلوبمنت هقدر استنتج الانوميز. اورتيك ساك. اورتيك ساك والتو دورس الاورتي ودي اورت فيرست اورتيك ارش ليفل. مين ده؟ ريمتي بيت. اقطع منه بسهم. بيعمل ايه؟ فورد وموست ولا ليفت اكسات. موست بار ويتش ديفلوب. بروك ابزوربنت. بصوا معايا. هي سهلة قوي. اللور بارت اوف بارت سكورتس اكسبانت ذا رايت. البريمتي بيت اكسبانت ذا ليفت. الكونس كورتس فوقيهم هما الاثنين والبي ابزورب الداونورد في الاثنين، بس وهي بتسحب لتحت متقسمه اوريدي عشان نفصل بين الايه تو فيلد. نازله تحت تعمل ايه؟ موس بار. فهو لازم الفيلد يبقى فيه تو فيتشرز جوه الهوم، في جزء رف في جزء سموث. كنتوا عارفين ايه الجزء الرف؟ بيستقبل الدم اللي نازل مع الجرافت فيبقى ضغط. الجزء السموث بيضغط عليه الدم اللي طالع جنس جرافتي، فمش عايز اي اعاقه في الدم. فكان لازم ان الفيلد ان هو يبقى ايه؟ دبل سورس للاثنين فيلد. تمام. في عندك بريمتيف فيرتيكال. كان ممكن حد يفكر بريمتيف فيرتيكال اه الدكتور ده هيتقسم ليفت. لا، هو هيعمل موست اوف ذا ليفت. ده جزء من البارباس كورتس يعني موست اوف ذا رايت. اوكي؟ تمام. بعد كده بريمتيف ايه ده؟ اتيا. بين البريمتيف اتيا والبريمتيف فيرتيكال في ايري كانال هتبقى ايه بعد كده؟ الاطر بارت بتاع اللور بارت بتاعها هيعمل التو هيتقسم وهيعمل التو اتريوم. اه سيبتم في الوسط اسمه سيبتم انترميديا. اكسب اللور بارت الى تو اوفس. والابر بارت will take part information of the wall. هيكمل الوول مظبوط. رائعين. وهيجي ده السايدس جلوزس اللي بيتكون من سنترال بارت اسمه البادي وتو هورد بيستقبل سايز نوز على طريقهم الدم. دي صوره حقيقيه. انا لسه شيل ليبس. لسه شيل ليبس. ما تبصوش على ليبس. ممكن؟ ايه ده؟ ايه رايك؟ ده. كل ده بلبس كورتس. طب يا دكتور انت بص قدام؟ اه بص قدام. ايه اللي حصل في البلبس كورتس؟ اللور بارت منه اللي هو البروكسيمال عمل رايت اكسبانشن. مين ده؟ ورا. بص من قدام. بطل سكورتس قدام جدا.
بالبس كوردس كان قدامي كده صح؟ الاول بارت بالبس كوردس اللي هو ترانكس ارتريوزس هو الاكتوال بارت قدامي كده. طب ليه كان بيعمل ايه؟ بيكبر لوحده ورا البالبس كوردس ومن كبره عمال اكسبان ويطلع لقدام يعمل كوركت. مين اللي ضغط عليه وعمل الكوركت؟ الترانكس. الترانكس من قدام قدام الاتيا. الترانكس يا جماعه وراته الاتيا بيكبروا فيبتدوا يحضنوا هما الاثنين الترانكس ارتيوس بتو اوركيدز اللي هما فين هنا بقى؟ قريتوا بالصمت دول اللي هم فيوتشر يعني. ادي اهو ده الرايت اوركيد وده الليفت اوركيد. بس هو ده اللي هيبان معاك. لا استنى ما قطع الليفت تو ذا ليفت ويبتدي الرايت اتيا بيمال قدام اكتر مع الاوركيد بتاعه. لكن الليفت اتيا بيفضل مستخبي ورا الترانكس اللي هو ورا بالون الترانك واسيندنج ايه؟ اول. ده الكلام اللي انا قلته. يعني هارد دراي مورجان يعني اول مره بشوف حاجه اقول هو الهارد ابتدى بدايه تكوين الهارد. حد فاكر هارد دراي مورجان ده كان فين؟ الكارديوجينيك اريا دي فين؟ ها؟ ده كان بيك سوير ادي البدايه. كرينيا 2 باكو فرنشال تمبريك بتوين بريكارديان والاندودير بين قوسين سبلانكينيك ولا سوماتيك؟ سبلانكينيك. برافو عليك. ايه اللي حصل؟ ظهروا تيوب. ظهروا تيوب واحد؟ لا اول ما شافوا شافوا اثنين بس الاثنين دول رابيدلي فيوز وعملوا سنجل هارت تيوب متثبته في الابر اند في اورتكس متثبته في اللور اند بالبيز ريتشنج في هارت تيوب. بين التو اندز هيحصل حدثين كونستريكشنز والونجيشن. الكونستريكشن يقسموا التيوب الى اربعه تشيمز. في الاول قبل اللوب قبل اللوبين كان وضعهم فروم كودا تو كرينيا من الفينوس للارتيريا. من الفينوس كانت اول تشيمبر اسمها ساينس ثم بريمتك مين الاول؟ الكرينيوم ثم بريمتك واخيرا بالباس كورس. معايا يا جماعه؟ الالونجيشن عمل ايه؟ خلى الهارت تيوب تبتدي على نفسها تبقى يو شيب ثم اس شيب. الاس شيب ده خلى الساينس تبقى ورا البريمتك وبينهم فتحه اسمها ساينو اتي كورس عليها كام بار؟ اثنين بار رايت وليفت بار. هتلاقوا بقى الكلام ده انا كاتبه لكم هنا يساعد الكتاب شويه. نفس الكلام اللي احنا قلناه يا جماعه مكتوب في المصرف حديديك الفيوجن اهو. الميزوديرم اللي كان حوالين الهارت تيوب ده هيعمل ايه؟ بيعمل المصرف اسمه ايه؟ مايو ايبيكارديال مانتل. مايو ايبيكارديال ايه؟ مانتل. اسم غير مذكور في الكتاب اعتقد ممكن يكون نسخه جديده اتقالت. مكان الهارت تيوب فين بعد الكولدنج؟ بعد الكولدنج بقى فين؟ في النيك قدام الفاركس صح يا جماعه؟ سوري دكتور بس هو المفروض السانس بنوزس هتعمل السانس فيرينوم في اللفت ايتر في الرايت ايتر هو ده الحاجه الوحيده اللي هي هتعملها يعني هي السانس بنوزس داز نوت تيك بارت ان الفورميشن اوف ذا السانس بنوزس نفسها ولا الهورنز كمان عشان الهورنز هتعمل سانس بنوزس فيرينوم يعني هي المفروض ان دازنت تيك بارت ان الفورميشن اوف اللفت ايتر لا خالص اللفت ايتر فيها عليه بالموري بينز اللي بتبقى ظربت فيه طب ده الكيك والحكايه دي اول مره يقدر معايا ما يقلقش اول كارد تاني. طب هو عليها تو بالز ليه؟ هو الاول مش للانتيريور اولا البالز دي رودومنتري دي موجوده مؤقتا وهتختفي حالا فدي مش لهاش اي وظيفه مجرد بس ان يمكن بتتحكم في دخول الدم من الساينس دي للفيتر ما يطلعش تاني اوكي جزء منها هيفضل اس فاكر السيلولار بالز بتاعت الفيتر اللي جابها وبرمري منها انا صورة دي الصورة حقيقية الصورة دي حقيقية ده ممكن يكون الفاركس هو طبعا في الصورة ما قالش ما حطش عليها علامة بس انت قدام الفاركس دلوقتي فممكن ده يكون جزء من ايه؟ من الفارنجيال وول ممكن يكون بداية الارشز الاول لكن هو الصورة دي بتتاخد عشان بس الارض كل ده انا قلته بص يا جماعه اهي الهارت كارديا جروب اهو يو شيب وبعد اس شيب والتركيب بتاع الاس شيب ازاي وكل جزء هيروح فين يعني بالنسبه للفنتكل ده يوم الخميس اللي هو الاكسبانشن تو ذا رايت او تو ذا رايت السايلس جنوز يهمني دلوقتي بقى انك السايلس جنوز ورا البريمتيف ايتيا وان بينهم اوربس وفيها اثنين بالز رايت وليفت بالز ده كده الاوبري في السريع سودكس بروكارديا يعني الهارت الهارت بدل ما هو رايح شمال راح يمين هسال سؤال وتقول لي عليه مين اللي عمل البنت فيرست بنت
to the right. انتوا عارفين ان اول حاجه اليو شيب ده كان نتيجه الالونجيشن، وبعدين زودت البروكسيمال بارت. يعني ايه فورمينج عملت الاكسبانشن تو ذا رايت لسبب ان غير معروف ان الاكسبانشن داونورد اند ذا رايت حصل داونورد اند ذا رايت. الرايت بنت تبقى شمال وزائد ديفلوبنج بنت كده تو ذا رايت عكس الغلط. بقى الرايت بنت اللي هو الشمال وبقى الليفت بنت بالابكس جاي لي هنا. ساعتها لما اجي احط السماعه هنا اسمع الصوت جاي من بعيد. ده اسمها ديكسترو هارت اللي هو الهارت بيجي. اوكي؟ ده الوصف بتاعها. It occurs if the heart tube bends to the left instead of to the right. ده ايه البند ده؟ اللي هو الاكسبانشن بتاع الرايت بند. الاكسبانشن بتاع البروكسيمال بارت اوف بارت اسكورتس. بدل ما يحصل داون وورد تو ذا رايت حصل داون وورد تو ذا ليفت وزاد الليفت بند كده تو ذا رايت.